قدمت مؤسسة القلب الكبير عبر الاتحاد الإسلامي العالمي مكتب جاد موانا غذائية لعدد من المدارس القرآنية بمناسبة شهر رمضان المبارك. محمد عثمان بشير. في إطار النشاطات الإنسانية لمؤسسة القلب الكبير خلال شهر رمضان المبارك، قام الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي بتوزيع هذه المؤنة الغذائية التي قدمت من قبل مؤسسة القلب الكبير لعدد من المدارس القرآنية. وتتمثل هذه الإفطارات الجافة في جولات من الغلال والأرز ومبالغ مالية مقدرة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مشاركة الضعفاء والمحتاجين فضل إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك. أنا جرانكر المرة الأولى نشكره كثير في أعمال التسعيف الخيرية للقرآن وللمساكين وللجماعة، حتى قومنا كل باسم القرآن. أني نجينا قال نروحوا مكان كل الخلوات، وبعدين هي ننتف الشغل البسيط كلهم يفطروا فوقها والإيال الصغار كلها عشان يصدقوا فوقها في شهر رمضان. وفي ذات السياق، فقد تم تنفيذ مشروع إفطاري الصائم بالدائرة الثانية والثالثة من قبل اتحاد النساء الإسلامي العالمي مكتب جاد، وبتمويل من قبل مؤسسة القلب الكبير. سيدة هند الدبي إتنو هي المولة الإفطار، وكله باسمي وباسم كل الأخوات نشكرها كثير ونقول الله تقبلها في ميزان حسناتها. وستتواصل تنظيم مثل هذه الإفطارات ببقية دوائر العاصمة.